السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم وقعت عام 2015 وبالضبط في نواحي مدينة أكادير في واحد الفيلاج، أو بالأحرى واحد جوج دواور، واحد بعيد على الآخر، احنا غادي نعرفوا من خلال القصة. المهم في واحد الدوار حدا مدينة أكادير كانوا واحد جوج شباب جوجهم كيتعطاو المخدرات والخمور وأي حاجة فيها البلية كيتعطاوها مع بعضياتهم، واحد سميتو أحمد واحد سميتو عماد. احمد هو اللي مستهدف هذاك عماد، يلا تعرف عليه مؤخرا وتصاحب معاه، وبجوجهم لقيتهم البلية وبداو كيشربوا مع بعضياتهم ومريحين. فين مريحين؟ مريحين في الدار ديال احمد، كان غير راسو مريح هذاك احمد، ما كاينينش دارو، مريح غير بوحدو، وعيط على عماد لانه يلا تصاحب معاه جديد. وبداو على الشراب والمخدرات واي حاجه فيها البلية، كما قلنا الله يكفينا الشر هاد المخدرات. المهم هما سكرانين وتعطاو بزاف. احمد كان مدمن قديم، هذاك الشيء ما اثرش ليه دغيا، بينما عماد ملي بدا كيشرب وصافي المخدرات لعبت ليه بالمخ ديالو، بدا كيرون في الهضره، بدا كيبكي ودخل في واحد الحاله نفسيه، ولا كيذكر بانه مرتكب شي جريمه شحال هادي، كيهضر على شي بنت داروا لها شي حاجه، تعداو عليها، سرقوها، تكرفصوا عليها، شي هضره ما مفهوماش. هذاك احمد بقى غير كيشوف فيه، لانه كما كتعرفوا اولا كما كيعرف الجميع ان الانسان ملي كيوصل واحد الحاله ديال التعاطي اللي هي كبيره بزاف كيولي يقول الحقيقه، اي حاجه دارها فعلا نيت كيقولها، واي حاجه قالها فهي نابعه من القلب ديالو. المهم هذا عماد وقع عليه بحال ما هكا، ولكن هو ما قالش الموضوع مقعد، غير كيقول هذيك البنت تعدينا عليها، درنا سرقناها، فعلنا تركنا. احمد ما فهم والو. المهم سالات ديك الجلسه ديالهم، كل واحد مشى لحال سبيل، وداك عماد هو اللي غادي يمشي حالاته، بينما احمد هذاك راه داره مريح ناس في هذيك الليله. احمد هذاك الشيء بقى كيدور ليه في دماغه، قال هذا عماد هذا غادي يكون داير شي حاجه في الماضي ديالو، اكيد ما فيهاش، شبع شراب وشبع مخدرات وبدا يهضر، ما يمكنش. اشنو دار هاد احمد؟ هذا كان شي واحد من العائله ديالو خدام في مركز الدرك الملكي، كان شي اجودان ولا شي حاجه، مشى عندو ودوى معاه، قال لي اهلا فلان، قال لي كيداير بخير. المهم هضر معاه، قال لي البارح راني كنت سكران مع واحد الدري عماد، يلا تعرف ليه مؤخرا، وداك الجرارمي راه عارفو كيسكر وكيتعاطى وكذا كذا لانه من العائله ديالو. قال لي كنت مريح معاه وبدا كيقول شي هضره ما مفهوماش. قال لي بحالاش؟ قال لي بحال كيهضر على شي بنت تكرفص عليها، تعدى عليها، هو شي واحد سرقوها، شي حاجه ما مفهوماش، بحال السيد مرتكب شي جريمه شحال هادي وساتر الموضوع. قال لي ايه. قال لي شكون هو الدري هذا؟ قال لي سميتو عماد. قال لي فين كيسكن؟ قال لي كيسكن في الدوار فلان فلاني، وكاين غير هو وخوه خدامين في واحد الفيرما، عند واحد السيد معروف تما في ديك المنطقه، عند واحد الفيرما وخدامين عنده، خدامين عنده بجوج بهم، كاين هذا عماد وكاين خوه اللي كبر منه. مزيان هنايا داك الجدارمي صافي خدا المعلومات وخد البيانات ديالو فين كيسكن وسميتو وكذا كذا، ورجع للبريكاد. هنا في اللابيكات زامنا سد المعلومه اللي جاب لهم احمد معاش، مع انه في المنطقه كامله ككل هاد الدوار للدوار اللي ساكن فيه عماد مع خوه في هذيك الفيرما وقعوا فيهم شلا سرقات، سرقات متتاليه، وشحال هاد الجدارميه كيبحثوا على موالين هاد السرقات، والو واش لقاو شي حاجه، والو واش عرفوا شي حاجه، كيتسرقوا البنات، كيتعرضوا لاعتداءات والسطو والسرقه وما الى ذلك، والو الجدارميه واش شدوا شي حاجه، والبلاغات كتكاثر على مركز الدرك ما شدو حتى شي واحد. هنا قالوا هذا مادام هاد السيد جاب هاد المعلومه ديال ان عماد مرتكب شي حاجه سرقه معدي على بنت شي حاجه، نبداو به هو الاول، يقدر يكون عنصر من عناصر الفرقه ديال السطو بالسلاح ولا شي حاجه. المهم مشاو لقاو عليه القبض وجابوه. هاد عماد هذا كما قلنا كان ساكن غير هو وخوه، فين كانوا ساكنين؟ كانوا ساكنين في واحد الفيرما عاطيهم مولاها السكنه، واحد البيت ماشي سكنه بالمعنى الاصح ديال السكنه، ولكن واحد البيت وبيت كبير شيئا ما، هما خدامين عنده الفيرما وعاطيهم السكنه في نفس الوقت. سولوا مول الفيرما قبل ما يحقوا مع داك عماد، سولوا مول الفيرما اللي مخدمه جوج خوت، قال لهم جوج خوت الله عمرها دار مأدبين ومخلقين وكيخدموا معايا مزيان، وما عمرني شفت منهم شي حاجه خايبه، لا سرقه لا خيانه الامانه لا حتى حاجه، الله يعمرها دار انا نضمنهم ليكم. شحال هما خدامين عندك؟ وتقريبا دابا راه واحد سبع سنين تقريبا هما خدامين عندي هنا في الفيرما. مزيان القاو القبض كما قلنا على داك عماد وداوه للبريكاد، بينما داك خو اللي كبر منه خلاوه تمايا في الفيرما. عماد ولا في البريكاد قالوا لي دوي عصاف اشنو درتي؟
شنو الحاجة اللي درتيها ومخبية علينا؟ مالك شنو واقع؟ قال لي شنو مو واقع والو، انا خدام فيرما مع خويا والو، حتى حاجه ما كاينه. قالوا لي لا انت كذاب، كنتي هذه يومين مريح مع احمد فلان فلاني في الدار ديالو، وكنتو سكرانين وكتعاطوا المخدرات بجوج بيكم، وبديتي كتهضر كتقول انا داير شي حاجه، سارق شي بنت، داير شي جريمه، تكرفصتي على شي وحده، المهم داير شي حاجه انت تحت من راسك العجينه، غير تعرف احسن لك. لا هو بنادم غير كيكون شارب كيكون ماشي هو هذا، وكيبقى يقول شي هضره ماشي اللي هي، وراكم عارفين الشاف المخدرات والحشيش شنو كيدير في الانسان. لا كون ما كنتي دير شي حاجه ما كنتيش غتهضر، حنا داك احمد ما غيكذبش لينا، حنا داك مصدر ثقه بالنسبه لينا. شوف انت دير شي حاجه ما فيهاش غتقول، والا انت عارف شنو غادي يوقع لك، قول احسن لك. قال لي لا ما كاين حتى شي حاجه. المهم قالوا لي ما بغيتيش تدوي مأكد. لا شاف لا انا ما داير والو، علاش ندوي؟ ما كاين حتى حاجه دايرها. المهم السيد تشبث بالانكار، وهذيك الهضره انفاها. قال لهم انني غير تحت تاثير المخدرات والتعاطي ديال الخمور وداك الشيء، ما عارفش اشنو كنقول، غير هضره وغير هلوسات. المهم خلوه في لابريغاد ومشاو كيقلبوا على هذوك البنات اللي تسرقوا ودوك الناس اللي تسرقوا اللي بلغوا ضد مجهول في لابريغاد، وجابوهم كامل لابريغاد واستدعوهم وقالوا لهم شوفوا عفاكم واش تعرفتوا على هاد خونا هذا على عماد. كاملين شافوه قالوا لي ما ودي هذا ما عمرو تلقى علينا او لا تالي علينا ولا شي حاجه، لا ما عمرنا شفنا السيد هذا. المهم الجدارميه ما لقاو عليه حتى شي حاجه، ولكن هذاك الضابط اللي كيحقق معاه ما ارتاحش ليه، شي حاجه في هاد عماد ماشي هي هذيك، شي حاجه فيه مخبيها وما باغيش يقولها وما باغي حتى واحد يعرفها، خاصنا ضروري ولو بد نطلعوها منه. صافي الجدارميه استنفدوا معاه جميع السبل، ولكن ما بغوش يطلقوه يمشي في حالته اللي حتى غادي يعترف ويقول اشنو كاين واشنو دار بينه وبين احمد هذيك الليله ملي كانوا سكرانين وكيشربوا وكيتناولوا المخدرات، وشنو هي الحاجه اللي مخبيها. صافي زيروه الضابط قال لي شوف السي عماد ما غتخرجش من هنا الا ما قلت لنا اشنو كاين، والا قسما بالله غادي نلبس لك هذوك السارقات اللي قيدناهم في ضد مجهول كاملين، غادي نلصقهم لك على ظهرك وغتمشي بهم الحبس. اشنو قلتي غتعترف ولا؟ قال لي لا لا انا غنعترف. مزيان دابا عجبتيني اشنو كاين؟ قال لي هادي واحد 6 ديال السنين هادي قريتي واحد البنت سرقتها. فين كتكون هاد البنت؟ في الدوار فلان فلاني. مزيان سميت هاد البنت؟ عقل لي على سميتها، واقيلا سميتها فاطمه. فاطمه فاطمه اش عارف عليها غير اسم فاطمه. فاطمه اش ديتي لها؟ ما بقيتش عاقل، شي مسروقات خفيفه وصافي. المهم قريتيها وديت لها داكشي ديالها، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه اخرى شاف، نحلف لك ما كاين حتى شي حاجه اخرى. مزيان خلوه تمايا ومشاو للدوار اللي قال لهم هاد عماد هذا. مشاو لهداك الدوار وكيسولوا على شي بنت سميتها فاطمه، تسرقات هادي تقريبا واحد 6 سنين ولا شي حاجه، وقدمات بلاغ اولا واقع شي حاجه، ولكن كيمشيو ما كيلقاو حتى شي سارقه باسم هاد فاطمه هادي جات قدمات لا بلاغ لا شي حاجه للمده ديال 6 سنين كامله، ما لقاو حتى حاجه. اللي حتى عياو بالتقلاب وعياو بالبحث قالوا هاد خونا كيضحك علينا غادي نراجعوا ليه، هما راجعين اللي حتى كيلقاو في اطار البحث اللي كانوا كيقوموا به المقدم ديال هذاك الدوار نيت. اشنو قال لهم؟ اشنو كيقول لهم؟ كيقول لهم اودي هذه راه 6 ديال السنين تقريبا عام 2009 بالضبط، راه واحد الناس بلغوا على الاختفاء ديال بنتهم، والبنت ديالهم كان سميتها فاطمه وكانت باقا غير شابه ديك الساعه، باقا غير صغيره. ملي عياو بالتقلاب عليها داروا بحث لفايت عائله وراها باقا مختفيه. مزيان هنايا قالوا المقدمة تورينا دار هاد الناس هادو، وراهم المقدم الوالدين ديال هاد فاطمه هادي. وفي نفس الوقت واحد الفرقه من الجداميه رجعوا لابريغاد، بداو كيتحراو كيبحثوا في الارشيف تاع القضايا وعلى هادوك البلاغات لفائدة عائله. كيلقاو في النيت عام 2009 كان واحد البلاغ ديال التغيب دارته العائله ديال فاطمه في حق بنتهم اللي اختفات على الانظار وما عرفوهاش فين مشات. المهم الجداميه استدعوا الوالدين ديال فاطمه، جاو عندهم لابريغاد وحضروا معاهم، قالوا لهم عام 2009 واش بنتكم فاطمه تعرضت لشي حاجه معينه؟ قالوا لي مودي فاطمه فعلا نيت البنت ديالنا، ولكن ماشي تعرضت لسرقه ولا اعتداء ولا شي حاجه، وانما اختفات غبرات ما عرفناش فين مشات، وحنا درنا واحد البلاغ ديال التغيب او البحث في عائله عام 2009 ومن تما ما بقيناش شفناها وما عرفناش فين مشات. وفي نظركم علاش اختفات؟ مالها؟ هنا الوالدين اشنو يقولوا لهم؟ قالوا لي مودي فاطمه مشات مع واحد الشاب، حربات معاه، حربات مع واحد الشاب وحنا متبرين منها وما بقيناش كنحملوها، ولا جات عندنا كاع دابا نيت غادي نجريو ليها، ما بقاش بيننا وبينها، وراه دابا مشات الحال سبيله وما عرفناش فين مشات. وشكون اللي قال لكم راه حربات مع الشاب؟ شكون؟ واش نتوما شفتوها؟ هي قالت لكم هذاك الشاب جا عندكم طلبها منكم مثلا؟
لا الشاف لا. وكيفاش كاع الناس على الدوار كيقولوا الهضره هذه؟ الهضره هذه شاعت وداعت في الدوار، وكل شي كيقول فاطمه بنت فلان هربات مع واحد الشاب للمدينه، من تما حنا حقدنا عليها وصافي، حنا ساخطين عليها وما بيننا وبينهاش. صافي جدارمية صيفطوا الوالدين ديال فاطمه من بعد ما دلاو بهاد التصريحات ديالهم ومشاو في حالاتهم. هنا الجدارمية بقاو كيدوروا في حلقه مفرغه. هاد فاطمه ما مسروقه، ما متعرضه لاعتداء، ما حاجه، وانما مختفيه وهربات مع واحد الشاب بناء على الاقوال ديال الناس على الدوار والاقوال تاع الوالدين ديالها. فعل النيس رجعوا للبريغاد. هنا البريغاد كيقولوا لهذاك عماد شوف دابا انت دورتينا ودرنا واحد البحث وقلبنا وبحثنا، ولكن هاد فاطمه اللي قلت لي انت سرقتيها راه ما كايناش. هاد فاطمه اختفات هذه 6 سنين، عام 2009 اختفات. قول شي حاجه كتدخل العقل، قول ما تقول، قول ما تقول. بحال الجدارميه جاهم الياس وقرروا انهم يطلقوا هذاك العماد. يلا كانوا غادي يطلقوه في علاته، اللي حتى غتجي واحد المراه، المراه شويه كبيره كتدخل على الجدارميه، اشنو كتقول لهم؟ كتقول لي معافاكم راني بغيت نهضر معاكم، فاش الحاجه بغيتو معانا وبعد تشكونكي. قالت لهم انا خالت هذيك فاطمه اللي مشيتو سولتو عليها في الدوار، انا عرفتكم مشيتو سولتو على هاد البنت هذه اللي بنت اختي، مشيتو سولتو والديها، والديها استدعيتهم هنايا لابريكاد وهضرتو معاهم حققتو عليها، بغيت نهضر معاكم في هذا الموضوع. علاش؟ شنو المناسبه؟ هذيك بنت اختي فاطمه كانت عزيزه عليا بزاف، وواحد البنت راه بحال بنتي تقريبا، ماشي بنت اختي، وكنت كنبغيها بزاف واحد الدرجه ما تخيلوهاش، لدرجه انها ملي غابت هذه 6 سنين من الدوار عام 2009، من تما حتى لدابا ما خليت حتى شي بلاصه في المغرب ما مشيتش ليها وما بحثتش وراها. فيما كنسمع شي خبار عليها انها هنا ولا هنا ولا هنا او ربما مشات هنا كنمشي وراها. حقيقه والديا ما بقاوش حملوها، حقيقه شاعت شي خبار في الدوار انها هربات مع شي واحد، ولكن هالهضره هذه انا ما دخلاش ليا راسي. فاطمه بنت اختي انا كنعرفها، بنت ملتزمه ومؤدبه والله عمرها دار، وراها ما هربات مع شي واحد كنقول انا والله اعلم. انا دابا جبت لكم التصويره ديالها، عندي هاي التصويره وجبداتها وريتها للجدارميه. عافاكم اللي مسولوا هذاك الشاب اللي نتوما شادينو، لان عرفاتهم شادين واحد السيد وكيحقوا معاه على الموضوع، لان والديها قالوا لهاد الخاله هادي. المهم جدارمي شد ديك التصويره وشافها، قال لها صافي غنديروا لك خاطرك الحاجه، ريحي هنايا. ريحات هنا يا جدارمي. اشنو دار؟ دار واحد الخطه، واحد الخطه، وكانت خطه ذكيه منه تبارك الله. دخل لهذاك البلاصه اللي محتاجتين فيها هذاك عماد، واشنو قال ليه؟ قال لي انت السي عماد طرتي تعيتي ونكرتي تعيتي، وجبنا لك الجريمه اللي تدايرها، هاي التصويره تاع فاطمه شتيها؟ ياك هي هادي ولا اشنو؟ يلا شوف مزيان، شوف شوف هي هادي اللي درتو فيها الجريمه، يلا اعترف دابا احسن لك، حنا عرفنا كل شيء، عرفنا كل شيء، دابا خاصك غير تعترف. هنايا داك عماد غير شاف التصويره ديال فاطمه هو ينهار، هو يبدا يبكي ويقول لي صافي دابا نتوما فضحتوني وخاصني نعترف ونقول لكم اشنو السبب اللي خلاني نديرو في هذه الجريمه هذه. هذه سببي فاش وليت كنتعاطى المخدرات، وليت كنمشي على الطبيب نفساني، ولات حياتي جحيم، وتقلبات راسا على عقب من عام 2009 اللي حتى لدابا. صافي تقهرت وعييت، خاصني نبوح بهذاك الشيء كامل. قالوا لي جرامية مزيان دابا شدي شي الطريق، يلا اعترف قول اشنو كاين. قال لهم كاين انا وخويا كبر مني سميتو عمر، هو نفسه هذاك عمر اللي خدام معاه في الفيرما عند داك مول الفيرما، وعاطيهم واحد البيت ساكن فيه مزيان. قال لهم اللي جينا هذه تقريبا واحد 6 سنين عام 2009 او في البدايه ديال عام 2009 جينا لهذيك الفيرما، وحنا غراب ما كيعرفنا حتى شي واحد في داك الدوار، حنا برانيين على البلاد، جينا من دوار بعيد. المهم جينا وخدامين ترونكيل، حنا بجوج بينا ساكنين في داك البيت غير انا وخويا، بجوج بينا ما كاين حتى شي واحد معانا. اللي حتى واحد النهار خويا الكبر مني غادي يتعرف على واحد البنت، بنت هذاك الدوار نيت، وسميتها فاطمه، كانت بنت زوينه بزاف وفي عمرها 18 عام. المهم دار معها علاقه، ولا كيخرج معاها ويجي معاها، وغالب الاوقات كيجيبها للبيت. هو ملي كيجيبها للبيت تمايا انا كنخرج، ما كنبقاش معاهم تمايا. ولكن هادشي هذا كامل ما كانش الخبار ديال مول الفيرما، لانه كان كيحرص ان مول الفيرما ما يشوفش هاد العلاقه اللي كانت كتجمعو مع ديك فاطمه. وديك فاطمه هي كان قايل ليها القضيه هادي، وكانت حتى هي ما كتبينش للمول الفيرما لتا شي واحد من ولاد القبيله، لانه كان في هذاك الوقت وتم الدوار والبلاد راكم عارفين، الا شافوا شي وحده بالدوار مع شي واحد غريب غادي يقتلوه اولا غادي، المهم كي يديروا فيه شي كارثه الله يحفظ. المهم كانوا كيدرقوا على كل شيء باش حتى واحد ما يجيب لهم الخبر.
العلاقه ديالهم تطورات، اليوم غدا اليوم غدا علاقتهم مشات لابعد حدود. المهم واحد المره من المرات وقع اللي وقع بيناتهم. هنايا هذيك فاطمه ولات ملي كتجي عندو البيت كتجبد مع الصداع، كتقولي امتى غدير معايا حل، امتى غادي تجي تزوجني، امتى غتخطبني مع والديا. كيقول لها الناس انت دابا راني كنبغيك وكذا وكلشي في حياتي وكذا، ولكن راني ما نقدرش نتزوج بك. علاش؟ قال لها انت كتشوفيني جاي مغرب من الدوار ديالنا، جاي انا وخويا باش نخدمو وناكلو طرف الخبز ونعاونو والدينا، اللي حتى السكنه ما عندناش، مول الفيرمه هو اللي عاطينا هذا البيت، وكتقول لي دابا انا نمشي نخطبك ونتزوج بك. ما يمكنش لي انا نفتح بيت اولا نكون اسره اولا ندير واحد القضيه انا ما قادرش. لا لا صبري معايا، بغيتي تصبري معايا مرحبا، ما بغيتيش تصبري شغلك هذاك. المهم علاقتهم ولات متوتره، ما بقاش كيف الاول، ولات فيما كتجي عندو كينوضوا الصداع والمشاكل والغوات بيناتهم. مره يضربها، مره يجري عليها، مره تهدو انها تشوهو، كل مره وشنو. اللي حتى واحد المره قال لي مد عماد انا ما كنتش معاهم في البيت، خرجت من هي جات، ولكن ضاربو واحد المضاربه اللي هي كبيره بزاف. قالت لي شوف اول الناس، اما غدير معايا حل اولا غادي نشوهك، واول واحد غادي نفضحك معاه هو مول الفيرما، غادي نمشي عندو ونقول ليه على العلاقه ديالنا، وغادي نفضحك مع الناس على الدوار. هو عارف ومؤكد بان الناس على الدوار الا عرفوه بانه اعتدى عليها، لان غتقول لهم غير اعتدى عليا غادي يصفيوه ليه، غادي يتجمعوا عليه وغادي يقتلوه هو وخوه. هنايا هو خاف من هاد الشوهه وخاف من الفضيحه، واصلا هو ما باغيش يتزوج بها. صافي ملي هداته بهذه الطريقه هذه خرجت نيت باش تنفذ التهديد ديالها، خرجت من البيت. ملي هي خارجه من البيت هو تبع هذاك خوه الكبر من عمر وشدها من فمها ودخلها البيت وسد، وبقى كيضرب فيها، هي حتى هي ولات كضرب فيه، ولاو مضاربين طف طف بيناتهم. اللي حتى واحد اللحظه طلعت لي الدم، ما بغاتش تسكت وبدات كتغوت، يعني بدات في التهديد ديالو بقات كتغوت، يعني الا كثر الغوات بزاف غادي يجمعوا عليهم الناس. هنايا مشى جبد واحد الجنويه كان كيستعملها في الخضره وهداك الشيء، هو يضربها طف ضربها في المعده. قال لهم هاد عماد هذا، قال لهم هذيك الجنويه ملي دخلات في الكرش ديال هذيك فاطمه لدرجه ان القبضه هي بوحدها اللي بقات كتبان، صافي السيده عينيها خرجوا وطاحت تم. قال لهم انا هاد اللحظه هادي دخلت البيت لقيت هاد فاطمه هادي طايحه وهي ما ميته ما والو، غير طايحه وكتنزف وهي ما بين الموت والحياه، والجنويه في الكرش ديالها، وحتى الحضره ما قادره تهضر، وخويا عمر بارك وكيشوف فيها. انا هنا قلت لي اشنو درتي يا مسخوط، ياك ما قتلتيها وعلاش قتلتيها، مالك معاها؟ قال لي شوف اللي وقع وقع، صافي قتلتها، اتعاوني فيها، اتعاوني نتخلصوا من هاد الجثه هادي. وهي كتسمع وكتشوف، هادي المشكله. كيقول لي مد عماد يعني السيد راه باقا ما ماتش. ومره مره مسكينه هذيك فاطمه كتستنجد بكل واحد فيهم، كتهز يديها كترفعها كتقول لي معتقوني سعفوني كذا، ولكن الهضره مابقاش قادره تهضر. هنا هما كيتشاوروا عليها باش تعرفوا الوحشيه تاع جوج خوت على حساب التصريحات تاع هذاك عماد. كيقول لخوه يعني هذاك عمر كيقول لعماد عاوني نخفيو هاد الجثه هادي، والبنت باقا ما ماتتش، ما بين الحياه والموت ما قادرهش تهضر، وقدامها كتقول لي معتقوني كذا غير عتقوني كذا غير شويه بواحد الصوت خافت، ولكن ما تسوقوش ليها. هما كيتشاوروا كيتناموا كيفاش يتخلصوا من الجثه ديالها. اعتادوا في النهايه انهم يضرقوها غير تمايا، يضرقوها وداروا عليها شي ماط، داروا عليها شي كراطه ولا شي حاجه بما ماتت، لانهم خاصها تتموت عاد يدفنوها. المهم تسناو واحد الساعه ولا ساعتين كيجيو طلعوا عليها باقا ما ماتتش، يتسناو عاوتاني. المهم في النهايه شنو داروا؟ قرروا انهم يجيبوا واحد الفاس والبالا والمسائل تاع داك الحفير راه عندهم تما هومايا، سدوا البيت. وكان الليل ومول المزرعه راه بعيد، واخا تحفر تما كاع ما يدي ما يجيب. المهم بقاو كيحفروا غير تما في البيت، حفر يا ما تحفر، حفر يا ما تحفر. ومره مره واحد فيهم كيمشي يشوف البنت واش ماتت ولا لا، باقا ما ماتتش، باقا ما بين الحياة والموت، وكتنزف وكتشوف فيهم ولكن ما قادراش تهدر وما قادراش تصرخ وما قادراش انها تغوت. المهم كيحفروا يحفروا يحفروا، رجعوا ليها عاوتاني باقا ما ماتتش. في النهاية شنو داروا؟ تخيلوش شنو داروا، هزوها ورماوها تمايا وهي باقا ما ماتتش، رماوها بحال ما هكاك وداروا لها التراب ودصوا وداروا واحد الحصيرة وما عرفت شنو، ونعسوا كملوا النعاس ديالهم عادي كأن شيء لم يكن. بطبيعة الحال من بعد ما مسحوا الدم ومسحوا آثار الجريمة وتا حاجة ما بقات. المهم من وراء الجريمة ديالهم النكرة والبشعة بزاف قتلوا البنت وهي حية، يعني دفنوه وهي حية. المهم من وراء يومين تلت أيام أربعة بدا كينتشر الخبر ديال الاختفاء تاع فاطمة هادي. والديها مشاو على الجدارمية وبلغوا على الاختفاء ديالها وداروا لهم بحث الفئة العائلة، والجدارمية بداو كيقلبوا والناس كتقلب والقبيلة ديالها كتقلب كلشي كيقلب،
وفرقوا التصاور على البقاحي وعلى كل شيء، ولكن غاب على الاثر حتى واحد ما عرف فين هما. هاد جوج خوت اشنو داروا؟ ولاو كيريحوا شي قهوه او لمجمع او ملي كيريحوا مع شي ناس وكيجمعوا، او لا كيريحوا مع شي واحد وكيجبدوا الهضره ديال فاطمه ولا الاختفاء ديالها. اشنو كيقولوا؟ كيروجوا الهضره ديال انها هربات مع شي شاب. واحد فيهم كيقول انها اكيد هربت مع شي واحد، وبعض المرات شي واحد فيهم كيقول لي ما ودي انا واقيلا شفتها مع شي واحد، راه واقيلا هربات معاه، كانت كتبغي يديروا دايره معاه علاقه ولا شي حاجه. الاخر هو كيروج الروايه هذه في بلاصه اخرى بشويه بشويه، اللي حتى ولات هذه الاشاعه دايره تما في الدوار ان فاطمه هربات مع شي واحد خارج الدوار. جرائم يقلبوا سعيا وعياو، والديتها هما يعياو بالتقلاب، وملي سمعوا الهضره ديال انها هربات مع شي واحد ما بقاوش حملوها وتبراو منها. صافي، وبشويه بشويه تناسات القضيه وفاطمه ما بقاش بدا حتى شي واحد. دابا الجرارميه كيسولهم، ودابا الجثه فين كاينه؟ ودابا الجثه كما قلت لكم الشيف راه حنا دافنينها في البيت اللي كنعتو فيه. تخيلوا معايا 6 سنين هما دافنين هذيك البنت فاطمه في البيت اللي هما كينعتو فيه، في البيت اللي عطيهم مول الفيرمه، كيباتوا عادي مدوزين وقتهم وكأن شيئا لم يكن. هادو مجرمين ما عندهم لا قلب، ما عندهم رحمه، ما عندهم حتى شي حاجه. ولكن هاد العماد هذا اشنو وقع ليه في الاعوام اللاحقه على هذه الجريمه؟ هاد العماد هذا بحال كيجيه تأنيب الضمير، ولا كيهضر بزاف، وملي كيتعاطى اولا كيشرب بزاف، ولا كيتفكر هذيك الجريمه البشعه اللي دار. لاحوا البنت في الحفره وهي حيه، يعني باقي ما ماتش ما والو، وكأنبوا ضميره بزاف. مازال خوه ما عقلش عليها، ما كأنبوا لا ضميره لا حتى حاجه. هاد العماد بدا كأنبوا ضميره بزاف، هي فاش ملي سكر بزاف وتناول مخدرات بزاف ريح مع داك احمد، وبدا كيلوم في راسو قدامه لانه تعاطى بزاف وشرب بزاف، وجبد الموضوع تاع الجريمه. وقال الجدرمية كذلك انه شحال من مره كان بغى يبلغ لاخوه هذاك الاخر اللي سميتو عمر، بغى يبلغ عليه، ولكن ملي كان كيقول ليه كيقول لي شوف انت قتلتي البنت هكاك عدوا ظلما، اش تقول الله الله ياخذ فيك الحق كذا. كيقول لي غادي نمشي نبلغ عليك الجدرمية شي نهار وغنتهنى من هذا الذنب اللي هازو فوق كتافي. يقول لي شوف والله تحاول هالمره وغير تفكر فيها، غادي نقتلك وندفنك حداها. كان كيهدو وكان كيخاف منه. صافي، هنايا الجدرميه مشاو لقاو القبض على داك عمر الاخ ديال عماد، شدوه جابوه للبريغاد واعترف بالجريمه ديالو كامله من الاول حتى الاخر. صافي، هنايا الشرطه العلميه مشات وحفروا على ديك البلاصه في البيت فين كانوا ساكنين، وجبدوا فعلا نيت الجثه ديال ديك فاطمه، وكانوا غير بقايا تاع الجثه، يعني الجثه تحلات بزاف، وداوها للمستودع البلدي الاموات، وتما دار لها الطبيب الشرعي التشريح ديالو. قال لهم فعلا نيت هاد البنت هادي طعنات بواحد طعنه جد قاتله، طعنه وحده، ولكن لدرجه انهم لقاو داك الموس، يعني بموسها، يعني هما ملي قتلوها وداك الموس كما قلنا بقى مغروس فيها وبقات باينه غير القبضه، خلاوه فيها ودفنوها بحال ما هكاك، يعني ما كلفوش نفوسهم انهم يحيدوا ولا شي حاجه. المهم الطبيب الشرعي قال لهم هاد البنت هادي ما ماتتش نتيجه ديال هذيك الطعنه قاتله ومن الاسباب تاع الموت، وانما السيده ماتت نتيجه ديال الاختناق، لان البنت دفنوها وهي مازال حيه، مازال فيها الروح، دفنوها هكاك. المهم في النهايه هاد عماد مع خوه عمر اللي كبر منه حالوهم على المحاكمه، وتحكموا في نهايه المطاف بالاعدام. المهم الاعدام كما كتعرفوا نتوما في المغرب راه مجمد، ماشي ما كاينش وماشي ما كيطبقش، وانما مجمد. المهم كنبغي نشكركم كاملين جميع المتابعين الاوفياء ديال القناه اللي كيشاهدوا، اللي كيتفاعلوا مع الفيديو، اللي كيديروا جيم، اللي كيعلقوا، اللي كينتقدوا، يكون نقد بناء او غير بناء بعد مرات. المهم الله يجزيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين، واخا مؤخرا يعني باش نقول لكم المشاهدات تاع الفيديوهات راه في النازل، ما عرفتش شنو واقع، ما عرفتش بزاف. كنشوف انا قنوات منافسه ما شاء الله، يعني تبارك الله كيلوح الفيديو طوب كتوصل، ولكن ما فهمتش حنا كنلوح يوميا تقريبا وكذا وبصفه منتظمه، وما ما فهمتش يوتيوب ما عرفت مالو، واش من اليوتيوب ولا من شي حاجه اخرى الله اعلم. المهم كنتمنوا يكون خير وصافي، وعاونوني بلي لايك وبلي جيم وبشي تعليق، وراه واحد القضيه علاش كنقول لكم ديما عاونوا بلي لايك وبجيم وداك الشيء، هو انه دابا الفيديو ملي راه كتلاحي واحد الساعه يلا الساعه الاولى ملي كيحضر بواحد الاعجابات بزاف وواحد التعليقات بزاف، اليوتيوب كتقترحوا اكثر واكثر على باقي المستخدمين. هادشي علاش كتلقاو اصحاب القناه وتقول لهم ديروا لايك ديروا جيم كذا كذا. وحاجه اخرى انه انا القضيه ما كنديرهاش الصراحه، وانتم راكم عرفتوني ما كنديرهاش، وهي ديك المقدمه
دابا كتلاحظوا اغلب اصحاب القنوات في ديك جوج دقائق الاولى ولا دقائق الاولى ما كيبداش القصه في الاول، كيبدا يقول لك هذا الشكر اللي كيشكر المتابعين كيديرها هي الاولى باش يخليك هذيك 30 ثانيه تفرج فيها، ماشي بحال اللي بدا لك القصه من الاول. تقدر 30 ثانيه الاولى ما تعجبكش القصه وتخرج، هو اليوتيوب عنده واحد الخوارزميات تاع هذيك 30 ثانيه الاولى، الا بقيتي مستمر اكثر من 30 ثانيه كيقول الفيديو زوين، كيزيد اقترحه على مستخدمين اخرين. هذا هو المهم بعض مع الحوايج في اليوتيوب. وصافي كاين حوايج اخرين كيساهموا في تطلع الفيديو ما نذكرهمش هنايا. المهم الله يجزيكم بخير اللي ما تفاعلوا مع الفيديو، الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. راه القناة طايحة بزاف هاد الايامات هادي، كنلقى فيديو كنلوحو نهار ولا شي حاجة الا كنلقى 5000 4000 6000 طوب، يعني شي ناقص بزاف، يعني ما كيعطيكش واحد الحافز انك تستمر في الصراحة، ما نكذبش عليكم ما كيعطيكش واحد الحافز انك تبقى دير فيديوهات وتبقى دير محتوى اخر وقصص وما الى ذلك. ايه والله يجزيكم بخير. ايه وهذه النهاية ديال الحلقة ديالي ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.